ذم الكلام. نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين امين. قال الامام الهروي رحمه الله تعالى عليه قال في كتابه ذم الكلام وساق السند الى صالح بن احمد بن عبد صالح بن احمد بن عبد الله بن صالح قال حدثني ابي قال حدثني ابي قال جاء رجل الى سفيان الثوري رحمه الله عليهم فقال له اكتب لي الى الاوزاعي وحدثني رحمه الله. فقال اما اني اكتب لك ولا اراك تجد الا ميتا لاني رايت روحانه وقعت من قبل المغرب ولا اراه الا موت الاوزاعي الله. قال فاتاه فاذا هو قد مات سبحان الله. شوف 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 ظن فراسة المؤمن فراسة المحدث. نعم ساق السند ابن عيينة رحمه الله قال من شهد جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. ساق السند ابن عيينة رحمه الله يقول أنا أحق بالبكاء من الخطيئة هو يبكي على الشعر وأنا أبكي على الحليف. قال أراه قال هذا حين حصر في البيت عن الحليف لأنه اختلط قبل موته بسنة رحمه الله. وساق السند إلى الأوزعي رحمه الله قال قال إبليس لأوليائه لعنة الله عليهم جميعا من أين تأتون بني آدم؟ قالوا من كل. قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إن ذلك لشيء ما نطيقه إنه لمقرون مع التوحيد. قال لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء. وساق السند إلى عطاء رحمه الله قال ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وعن إبراهيم رحمه الله قال أنه قال إن العبد إذا أعيا الشيطان قال فمن أين فمن أين قال ثم أتاه من هواه. وساق السند إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فاستكثروا منهما. جزاكم الله خيرا. هذه الأحاديث حديث مهمة جدا. سفيان الثوري كان سفيان الثوري من أشد الناس بغضا لأهل الأهواء وهنا عن مجالسة أهل الكلام أشد نهي وكان يقول عليكم الأثر وإياكم في الكلام في ذات الله. وهنا ابن عينة فسر قوله تعالى والشهداء والصالحين قال الصالحون هم أصحاب الحديث. إن لم يكن الصالحون هم أصحاب الحديث فمن هذا قوام الدين بأسر وقائم على السنة. وشوف فراسة المؤمن عندما قال له اكتب لي إلى الأوزاعي يحدثني فقال أما إني أكتب لك يعني أول شيء أنا لا أردك. شوف تطيب خاطر الطالب قال ما أردك أما إني أكتب لك ولا أراك تجد إلا ميتا لأن رأيت ريحانة وقعت من قبل المغرب ولا أراه إلا موت الأوزاعي. وصدق حدسه صدق ظنه لما وصل الراوي وجد مالكا قد مات رضي الله عنه وأرضاه. من الأوزاعي أسف لما قلت من مالك الأوزاعي مات عليه رضي الله. هنا ابن عيينة يقول من شهد جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. شوف الكلام شديد جدا صراحة. من شهد جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى ليش؟ لأنه هذا بيقوي جانبه بيشهره بين الناس يبقى بيساعد على نشر البدعة وترويج لها. ابن عيينة يقول أنا حق بالبكاء من الحطيئة اللي هو الشاعر قال هو يبكي على الشعر وأنا أبكي على الحديث. هو لأنه ابن عيينة في آخر عمره اختلط هو تغير ما اختلط لكن أولاده حبسوه عاما من أجل ألا يلقن. وده ده بالمحدثين لما يجد فيه شيء من الخلل يحبسوه ليبقى ثقة كما هو محدش ما لا يحدث أحد مرة أخرى. فابن عيينة بيقول يعني أنا الأحق بالبكاء من الحطيئة. قال أنا أبكي على الحديث وهو أحق الناس بالبكاء. قال إبليس لأوليائي من أين تأتون بني آدم؟ قالوا من كل. قال فهل تأتونه من قبل الاستغفار؟ قالوا إن ذلك لشيء لا نطيقه. وهذه فيها دلالة لأنه كثرة الاستغفار نكاية بالشيطان. كثرة الاستغفار نكاية بالشيطان. وإنه لما قلوه مع التوحيد قال لا أتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال ففيما فقال فبث فيهم الأهواء. يعني قال أنا أتيهم بشيء آخر أو بأعظم شيء أعظم شيء عندهم هو الهوى. ذا كل إنسان لما يتبع هواه يضيع. فرأيت من اتخذ إله وإيش جعل سماه إلها ولا يستغفرون. إذا جاء الهوى يا لا ينزلون تحت قول الله تعالى ولا نبيكم الأخسرين أعمال الذين ضل سعون في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسبون صنع.
قال ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة، ما ذاك أنه يموت على البدعة ويبعث عليها. اللهم احفظنا. قال ربي إن العبد إذا أعيا الشيطان قال فمن أين فمن أين، ثم أتاه من هواه. هو هذا الباب الذي لا يستغفرون منه، وهذا الباب الذي يضلون فيه كثيرا، لأنه عزة النفس عندهم ترفعهم فلا يتبعون. قولوا عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فاستكثروا منهما، ففيها أن الاستغفار لا يطيخ الشيطان. وهذا هو قال ورد في الصلاة أنه قال أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار. فائدة عظيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة من أكثرهم استغفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فاستكثروا من لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله مئة مرة تطرد الشيطان، ما يستطيع للإنسان تحكما. وفي المساء نفس الأمر صباح ومساء. والاستغفار كما قلنا هم أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا. قال رحمه الله ساق السند إلى أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إن الله عز وجل يحجب التوبة عن كل صاحب بدعة. نعم. وساق السند إلى ليث بن سعد رحمه الله يقول بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى قط. وساق السند إلى حماد بن سلمة قال رحمه الله لو كان أصحاب المحجن في هذه الأمة لكانوا من أصحاب أبي حنيفة. وساق السند إلى مسعد رحمه الله يقول إني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي. قال رأيت بخط عبد الكريم بن عبد الواحد الحسن بازي الأصبهاني. وساق السند إلى إبراهيم بن أدهم قال رحمه الله يأتي على الناس زمان يكون أعز الأشياء ثلاثة، أخ يستأنس إليه أو درهم من حلال أو سنة يعمل به. وساق السند إلى حماد بن زيد رحمه الله يقول في قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته صلى الله عليه وسلم. إما في مسجدي يرفع الصوت أو يرفع صوته عندما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. هذا لفظ أبي زهر. نعم. في قولي عليكم بلا إله إلا الله استغفار، في النبي قال أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله استغفار. فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فإنهم يحسبون أنهم مهتدون كما قلنا، يحسبون أنهم يحسنون صنع. والله تعالى سمى ما هم فيه أنهم اتخذوا أهواءهم إيش آلهة. قال وقت فلا يستغفرون منها، فلا يتوبون منها ولا يستغفرون، يعني البدعة بيؤصل لها، شايف أن هذا الدين كيف يستغفر وهو أصلا يؤصل لهذه البدعة على أنها هي الشريعة. والحديث صحيح أن الله عز وجل حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. والمعنى هنا حجب الله جل وعلا عن صاحب البدعة التوبة ليس على الإطلاق، لأنه قال حتى يدع بدعته، لكن كلما كان مبتدعا ومتلبسا بها عالما قاصدا عامدا فإن الله جل وعلا لا يقبله. وهذا خطر عظيم، فيها دلالة أن كل من تلبس بالبدعة لا يرجى له النجاة، كل من تلبس بالبدعة لا يرجى له النجاة، لأن الله أغلق عليه بابا هو أعظم الأبواب. وش هو؟ التوبة، ما هذا أعظم الأبواب. فتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعل هنا حكم. يقول لسي من سعد بلغت 80 وما نزعت صاحب هوى قط، ما في، لا يناقش الكلام. وهذا هو العلم، إن أردت أن نجزها فلا تناقش الكلام. محمد بن سلمة قال لو كان أصحاب المحجن في هذه الأمة لكانوا من أصحاب أبي حنيفة. ثم مات مسعر يقول إني منحتك كدام، لا من قدام، أبوه هو مسعى من قدام، فاسمع القول أبي عليك شفيق، أما المزاحة والمرافة دعهما خلقان لا أرضهما لصديق، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجار جارا ولا لرفيق. وفي رواية هنا قال يأتى الناس زمان يكون أعز الأشياء ثلاثة، أخ يستأنس إليه أو درهم من حلال أو سنة يعمل به، يعني سنة دي معناها أن السنة ستهجر وأن في آخر الزمان تندثر السنة أو تندرس السنة كما يندرس الإسلام وكما يندرس وش السوء.
فالبدعة من أخطر ما تكون أن تهدم كما قلنا السنة. والعبد حري به أن يكون أعظم الناس اجتهادا في السنة تعلما وتعليما وتطبيقا. صلى الله عليه وسلم من أهل السنة. طيب فالعصر إن شاء الله ولا الفوائد من خطر البدعة: لا يوفق الله صاحب بدعة إلى توبة، انتشار البدعة هدم الدين، انتشار البدعة هدم الدين. يجب على ولاة الأمور حبس أهل البدعة والضلالات عن الكلام وعن الاختلاط بالناس. يتعبد في بيتي يتعبد، لكن لا يجعله ينتشر بين الناس. وهذه السلسلة الأبيات لها بيت رابع يقول: والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق. سبحان الله، نسب بها بما وينزله الجهل. الله أكبر. الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.